إبراهيم العساف، سجين الريتز الذي أصبح قائدا للدبلوماسية السعودية. كثير من المتابعين اعتقد لحظة اعتقال وزير المالية السعودي السابق إبراهيم العساف بتهم فساد ووضعه في فندق الريتز كارلتون نهاية سياسية لدكتور الاقتصاد خريج جامعة كولورادو الأمريكية الذي تقلد في الكثير من المناصب في المملكة، إلا أن تعيينه على رأس وزارة الخارجية قد يكون آخر ما كان يطمح إليه الرجل نفسه في مثل هذه الظروف. تخرج العساف 69 عاما في جامعة الملك سعود سنة 1968، ثم حصل على درجة الماجستير بعد ذلك من جامعة دنفر الأمريكية، وأكمل دراسته بالحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة كولورادو سنة 1981. وجاء تعيين العساف وزيرا للخارجية خلفا لعادل الجبير بعد مخاضات مفاجئة وسريعة. فالرجل الذي تولى وزارة المالية طوال 20 عاما بين سنتي 1996 وسنة 2016، حتى اعتقد البعض أنه إحدى ركائز الدولة التي لا تتغير بتغير الملوك. فجأة وبدون سابق إنذار وجد نفسه معتقلا في أفخم فنادق العاصمة السعودية الرياض بتهم فساد، إلى جانب مئات الأمراء ورجال الأعمال والوزراء والمسؤولين النافذين في نوفمبر 2017. كان المشهد حينها أن أسطورة الوزير الذي لا يتغير بتغير الملوك قد انهارت، وأن المسار السياسي لأحد أقدم وزراء المملكة وصل إلى منتهاه. لكن العساف عاد ليفاجئ الجميع بظهوره في مجلس الوزراء بصفته وزيرا للدولة بعد أن تمت تبرئته بصورة غامضة غموض طريقة اعتقاله. يقول أنصار الرجل إنه لعب دورا في تجنيب العائلة المالكة بالسعودية الإعصار الشعبي الذي عاصف بدول عربية عدة، وأطاح برؤساء أقوياء على غرار حسني مبارك في مصر وزين العابدين بن علي في تونس ومعمر القذافي في ليبيا. فمنذ 2011 خصص العساف بأوامر ملكية مليارات الدولارات لصالح المواطنين لشراء السلم الاجتماعي وتفادي موجة الربيع العربي، مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط، خصوصا أن المملكة من أكبر المنتجين للنفط بل وأكبر اقتصاد في الوطن العربي كله. وفي عهده وزيرا للمالية شهدت المملكة قفزات كبيرة في موازنتها السنوية، حيث بلغت في 2011 قرابة 155 مليار دولار. قال العساف حينها إن جزءا كبيرا منها سينفق على البنية التحتية وتحفيز الاقتصاد والتعليم. لكن أسهم الرجل تراجعت مع تراجع أسعار النفط منذ 2014 ودخول السعودية حرب اليمن وقيادتها ما سمي حينها التحالف العربي في 2015، مما استنزف الكثير من الموارد المالية للمملكة، على الرغم من أنها بقيت محتفظة باحتياطات معتبرة حتى بعد فقدانها مئات المليارات من الدولارات. وتعرض العساف لإحراج شديد عندما صرح نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري عن إفلاس المملكة بعد 3 أو 5 سنوات إذا لم يتم القيام بإصلاحات اقتصادية. وأثارت هذه التصريحات غضبا في المملكة، وألقت بظلال من الشكوك بشأن وضعية اقتصاد البلاد والسياسة المالية التي ينتهجها إبراهيم العساف. ويعتقد بعض المتابعين للوضع في السعودية أن هذه التصريحات مثلت أحد الأسباب التي أطاحت بوزير المالية بعد أن عمر فيها طويلا بين سنتي 1996 و2016. ونقلت وكالة رويترز في وقت سابق من العام الحالي عن مسؤول سعودي قوله إن العساف متهم بالتكسب من مشروع توسعة الحرم المكي واستغلال منصبه لشراء أراضٍ بعد الاطلاع على خطط توسعة الحرم. لكن مسؤولين سعوديين قالوا إنه أطلق سراحه بعد تبرئته من أي تهم فساد ودون أن يدفع أي مبالغ للدولة. وعلى الرغم من أن العساف ليس من العائلة الحاكمة ولا من رجال الأعمال المعروفين، فإنه من الشخصيات البيروقراطية المرموقة، حيث ترأس صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التقاعد والصندوق السعودي للتنمية وصندوق التنمية العقارية، إذ أنه مثل السعودية في كل من البنك الإسلامي للتنمية ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصناديق ومؤسسات مالية عربية. يمكن القول أن اللجوء إلى العساف بديلا عن الجبير قد يعني عودة الحرس القديم لقيادة دفة الأمور في البلاد بعد أن واجهت المملكة في الفترة الأخيرة صدمات عدة
نتجت عن الاندفاع في معالجة بعض الملفات.